الو، ايوه مريومه، ايوه ماما. الله، ايه ده؟ يا حبيبه قلبي، الله يبارك في حضرتك يا ماما. الفضل بعد ربنا يرجع لك طبعا. يا سلام. يا نور عيني، الحمد لله. بقول السلام عليكم الاستاذ مختار الدمرداش. يا مساء الفل وعليكم السلام يا حاجه، والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، احنا سعداء جدا لوجودنا مع حضرتك النهارده. والله وانا سعيد واتشرفت قوي بمريم وبابو مريم اكتر من اي حد في العالم. قولي لي، يخليك يا رب، احنا مبسوطين بلقاء حضرتك معاها، يعني ربنا يخليك. انتوا بتتفرجوا على الحلقه في البيت؟ قاعدين من بدري من الساعه 8. طب قولي لي بقى، يعني انتوا بتعملوا ايه وانتوا بتتفرجوا على مريم كده وهي ما شاء الله منوره؟ والله حضرتك انا وعمها الكبير وعيال عمها واخواتها كلنا قاعدين، يعني الدموع مش عارفين نحوشها. دي دموع الفرح، وتستاهلوا كل شيء، كل خير بصراحه. ربنا يخليك. مريم دي مثال البنت المثاليه، مش البنت حضرتك مش بالتربيه ولا اي حاجه، لا ده اخلاقها. والله والله يمكن اقول لحضرتك عمري في حياتي ما ضربتها كده، وبتسهمني من غير ما اكلمها، من غير ما اقول لها اي حاجه، عمرها ما خبت عليا اي حاجه. يعني حضرتك لما تلقاني تعبانه ولا حاجه وهي بتذاكر ومش قادره ان هي تعمل اي حاجه، تقول لاخواتها كله، هم لسه صغيرين، بس تقول لهم ساعدوا ماما، اعملوا اي حاجه مع ماما كده. لا لكن نعمة البنت بجد، يعني مريحه، عمرها ما تعبتني في اي حاجه. و و و والله والله اقول لك، يعني ما هو البنت زي الام وزي الاب، انتوا ناس طيبين وبجد انت عرفتي تربي والله. يعني لا حضرتك مش عارف برضه، يعني باباها نعمة الاب، مثال الاب، عمره في حياته ما دخل علينا باي حاجه، لا عمره ما حسسهم مثلا اللي هم بنات، ولا قال لي انا تعبان انا شقيان اي حاجه. لا ما شاء الله عليه. انتوا عايزينها؟ لا حاضر ماشي. وعشان يعني وعشان كده ربنا كرمه بمريم وبحضرتك وبكل البنات، يعني بكل العيلة. يعني ألف ألف مبروك، ويا رب تشوفيها في أحسن المراكز ودايما متفوقة، وإن شاء الله تفرحي بيها كمان يوم فرحها، وتعزمونا بقى من دلوقتي. أنا هو بحجز أهو خلاص المكان. شرف لينا حضرتك. وألف ألف شكر لحضرتك يا حاجة. الله